السلام عليكم دكتور ميلاد عبد العاطي، مادة الجراحة العامة، كلية سنة ثالثة، كلية الأسنان، جامعة التحدي. حضرت اليوم المكسيلوفيشيال إنجري، it's common in practice، عادة مر عليكم هلبة. بصفة عامة التريتمنت بتاع التروماتايزد بيشنت عادة يكون تيم، ما يكون شخص واحد هو اللي بيعالج المريض. عادة يتكون من مجموعة من الميديكال والباراميديكال ستافز، عادة يكونوا مع بعضهم في نوع من الكوردينيشن أو الأورجانيزيشن. احنا حكينا شوية حضارات اللي فاتن على موضوع تريتمنت اوف بيشنت اللي هو الاي بي سي دي، وكان تتذكره. Anyway، عادة أهم حاجة من البداية اللي تبدأ هو initial evaluation of patient of maxillofacial injury management بتاعه. زي ما قلنا أحتاج إلى team كامل، multi systemic team. trauma surgery عادة involved في الموضوع هذا، كل orthopedic، البلاستيك، الENT، الophthalmology، بما فيهم الأورال والمكسيلو فاشيال سيرجنز. classification of maxillo facial injuries عادة نبدأ بالأسهل اللي هو soft tissue أو superficial اللي هو soft tissue injury. مرات just skin wounds، مرات يكون معاه facial نيرف انجريز، مرات ايليد انجريز، اير، ليبس، نازل انجريز، اند احيانا باروتيد جلاندز والسبمانديبولار جلاند انجري اللي هو المكسيل السليفري جلاندز انجري. المانجمنت عاده في السوفت تيشو انجري عاده تكون اندر انستيزيا، مرات لوكال، مرات جنرال، خاصه اذا كان بيدياتريك. مرات اللوكال صعب شويه مع البيدياتريك. الفكره بتاعها تعتمد على الديبرايدمنت، اللي هو ديبرايدمنت المقصود بها ازاله الانسجه الميته، ريموفال اوف دي تيشو، فورم بادي ريموفال اذا كان في اي فورم بادي، تراب، مرش، كلوثس اللي هو جزء او بارتس من الملابس وشعر الهير، هذا كله لازم يتنحى. ويندار ديبرايدمنت، ويندار جود كليننج بالنورمال سلاين. نورمال سلاين احسن فلويد ممكن تستخدمه للكليننج بتاع المود. وبعدين ندير له ريبير للوونز، وعاده ريبير يبي شويه بلاستيك اسبيكت، يعني يبي يكون عاده اللي انفولفد في الموضوع هذا جماعه البلاستيك سيرجن. زي الصوره اللي تشوف فيها قدامكم، شوفوا شكله كيف كان قبل وشوف شكله كيف قاعد بعد. الصورة هذه نفس الشيء، شوفوا التروما كانت كبيرة، تروما كانت بيج تروما، لكن بشوية بشوية يردوها يعني أو يحاولوا يردوها للشكل المقبول. من المشاكل اللي تصير غير السوفت تيشو اللي هو الفراكتشرز أوف فاشيال بونز، وهذه شوية يخش فيها الكومبليكيشن، يعني تكون كومبليكيتد شوية. البون ستراكشر بتاع الفيس سكال بصفة عامة very complicated، يعني small fragments of bones وتكون critical في الاناتومي، ومرات حاجة بسيطة صغيرة كياهي وتلقى عندها very important job في facial structure أو البوني structure متاع الفيس. fracture بالنسبة للفاشيال بونز مرات يكون في المكزيلا ومرات يكون في الماندبل اللي هو البون متاع الفيس. قلنا يعتمد على أو يتركب من اثنين مكزيلا، واحدة يمين واحدة يسار، اثنين ماندبل، واحدة يمين واحدة يسار، وفي النص في نازو فرونتال بون. الاناتومي متاع سكال شوية زي ما قلنا كومبليكيتد، لكن هيك ببساطة خلنا نركزوا على نقاط مهمة. عندنا هذا الماندبل، هذه الريمس في ماندبل، هذا الجوينت، هذه الزيجوماتيك بون، الزيجوماتيك ارش، والزيجوماتيك بروسيس، تمام. هذه الاوربت، هذه كل الاوربت، هذه النزل بون، تمام، وهذه المكزيلا. داخل في اللاكريمال بون، هذه مش هتهمنا واجد بالنسبه لهنا. عندنا الاثمويد بون ممكن تهمنا، سفينويد بون مهمه جدا في الانجري او الفراكشرز، بوني فراكشرز بتاع الفيس.
نشوف فيو تانية سايد فيو الداخل يعني من الداخل كنا قسمين سكال وجايين نشوف فيها من الداخل نفس الشيء هذا الريمس بتاع الماندبل تمام هذه مايلو هايويد لاين هذا مهم من الداخل هذا تمسك فيه تمسك فيه المايلويد مايلو هايويد مصل عفوا تمام البلاتاين بون الداخل مهمة المجزيلة طبعا البيكشر بتاعها من الداخل هذه اللاترال اسبكت بتاعت الفيس المجزيلة من الداخل الصورة بتاعها من الداخل وهذه الفومر هاي الفير نزل كونكا تحت النوز في السايد بتاع النوز الميديال واللاترال تريجويد باليت او بليت هذا النهاية حتى هنا حاجات مهمة جدا في الاناتومي بتاع الفراكتشر المانديبولار فورامين هذه عارفين شو اللي يطلع منها الصورة هذه من لوطة نحينا المانديبلس لو انكم نحيته اللور المانديبولار بون الصورة حتكون قدامكم بالشكل هذا الفمر في النص ميد لاين هذه الفمر على اللاترال الها نجو لترغويد بروسيس وعندنا الفورامين اوفيل وعندنا الفورامين سباينوزا تمام اللاترال سايد في سفينويد بون هني الجهه هذه تمام الحاجات المهمه طبعا بنركزوا عليها مش حنقدر نشرح لكم الاناتومي هذا كله ستايلويد بروسيس جايه لاترال الجهه هذه تمام المانديبولار فوسا مهمه هذه وين يصير الارتكيليشن نتاع الماندبل مع سكال بول الالفيلر بروسيس اللي هي جايه في جهه المجزلة جاست فوق جاست ابوف ايش الابر تيث ابر جو بتاع التيث هذه يسموا فيها الفيلر بروسيس وهذه مهمه جدا في الكلاسيفيكيشن تاع المجزلري فراكشن نجو على حسب ليفورت واحد اسمه ليفورت كلاسيفيكيشن قسمهم الى ثلاث كلاسز الكلاس الاول ليفورت 1 عبارة لفراكتشر عن horizontal fracture across the inferior aspect of the maxilla and separate the alveolar process and hard palate from the rest of the maxilla شوف الصورة هذا اللي فورت وان المندبل مش موجود نحيته والمندبل خلينا في الأبر جو عندنا الأبر جو اللي فورت بيكون جاي ترانسفيرس أو horizontal fracture across the inferior aspect of the maxilla هذه المجزلة تحت المجزلة يجي تمام وسيبريت الهارد باليت فروم ذا ريست اوف ذا ماكسيلا يعني لما تنزل هذه معناها الهارد باليت اللي فوق اللي مفروض من هنا من الداخل هذا ينفصل وينزل لوطا تمام الفراكتشر اكستند ثرو ذا لور ثيرد اوف سيبتم لور ثيرد اوف سيبتم وين السيبتم هذا اللي في النص لور ثيرد اوف سيبتم and include lateral maxillary sinus wall يطلع لللاترال maxillary sinus wall خلينا نرد شوية للصورة اللي قبلها fracture يجي من هنا maxillary bone والmaxillary عفوا maxillary sinus عفوا يطلع including lateral maxillary sinus wall extending into the palatine bone and pterygoid palate يمشي للسفينويد بون يطلع من مجزلة من midline اللي هو السبتم يمشي يوصل له وين للتريجويد بون يعني التريجويد بون هذه في النهاية جاية في اللاترال يعني الفراكتشر يجي ترانسفيرس هذا الملخص بتاعها يمشي ترانسفيرس ويدير سيبريشن للهارد باليت من باقي الفاشيال بون لي فور تو بيراميدال طبعا بيراميدال شو مقصود بها هرمي شوف الشكل متاعها لي فور تو بيراميدال يبدأ من نازل بون يمشي إلى البلاتاين بون ثرو البلاتاين بون يخطم على البلاتاين بون داون وورد لعند الزايجوماتيكو ماكزيلري سوتشر الزايجوما والماكزيلا السوتشر هذا
هذه المجزلة وهذه الزيجوما وهذه النازل بون. النازل بون ينزل للزيجوما من رأس الزيجوما يمشي للمجزيلري بون سوتشر. براميدال شكله براميدال شكله يعني زي الهرمي أمامه. وبوستيريرلي يمشي من خلال المجزلة لعند below the zygoma into pterygoid palate إلى pterygoid palate. الثالث fracture or craniofacial disjunction. شنو مقصود بها craniofacial disjunction؟ كرانيو مقصود بها الكرانيوم الدماغ البون بتاع الدماغ. كرانيو فاشل مقصود بها الفيس. كرانيو فاشل ديسانكشن معناها يصير سيبريشن بين البونز اللي تكفرنج الكرانيوم والبونز اللي تكون الفاشل بون. سيبريشن اوف اول ذا فاشل بونز فروم ذا كرانيال بيس وذ فراكتشر اوف زيجوما. الزيجوما لازم تتكسر اهو الصوره بتاعتها. هذه الزيجوما تتكسر وتنفصل باللي فيها كل حاجة باللي فوق تمام. فيصير فراكتشر اوف زيجوما ماكزيلا اند نازل بون. هذوما كلهم ينزل عندنا ماكزيلا وعندنا الزيجوما زيجوماتيك ارش والزيجوما هذه وهذه الماكزيلا وعندنا النازل بون. هذوما كلهم ينفصلوا وينزلوا لقطة. فراكتشر اكستند بوستيريرلي ثرو اثمويد بونز اوربتس pterygoid maxillary suture into the sphenopalatine fossa. sphenopalatine fossa. النوع الثاني من الفراكشر اللي هو المانديبولار فراكشرز. عادة المانديبولار فراكشر المانديبول طبعا يعتبر زي اللونج بون. فالفراكشر يصير في أي مكان أكثر من مكان ممكن. ممكن مكان واحد ممكن أكثر من مكان وأكثر من جهة ممكن يعني بايلاترال مرات. ديما في نقاط ضعف عند المندبل. اول نقطه ضعف نك. النقطه الثانيه في الانجل. هذوما اكثر نقاط الضعف اللي يصير فيهم فراكتشر. ممكن زي ما قلنا تطلع بايلاترال ممكن نفس المكان يكون فيه اكثر من فراكتشر يعني في سايد واحد تمام. عاده الكوز بتاعها يكون دايركت تروما وهي طبعا مشكله اليو شيب بتاع البون بتاع المانديبل. اليو شيب يعطيها المنطقه هذه فاضيه في النص وهذه نقطه الضعف. نقطه الضعف فيها ان يو شيب وفيها انجلز فهذا يخلي البريشر مرات فوكست على نقطه واحده يسبب فيها الفراكتشر. عندنا امثله هنا هي ممكن تشوفوها. شوفوا هنا في فراكتشر جاي هنا في فراكتشر هنا شفته وين جاي؟ جاي في نيك وهنا جاي في النص. فراكتشر هنا فراكتشر جاي في النص وهنا كنت شفتوا جاي في النيك وهنا جاي في الانجل في المانديبولر انجل. النوع الثاني شوفوا هذا هنا في فراكتشر حتى هو جاي في البودي هنا فراكتشر جاي في الانجل هنا فراكتشر جاي في يعتبر في البودي حتى هو وهذا في البودي. الفرق بين هذا وهذا من جهه وبين هذا هذوما نون ديسبليس قاعدات في مكانهم. هذوما الزوز نون ديسبليس قاعدات في مكانهم. هذا ديسبليس متحرك من مكانه. هذا بالاضافه للفراكتشر البودي عنده فراكتشر جايه وين؟ جايه في نيك وهنا displaced. تو هذا not displaced لكن هذا displaced صار فيه displacement زي هذا صار فيه displacement. شو معنى متحرك الكسر من المكان صار كسر ومتحرك. النازل فراكتشر طبعا هو الموست كومن فراكتشر. مرات في خبطه صغيره من الولد ولا من البنيه اللي تلعب معاه تلعب فيه يعطيها لك يصير لك فراكتشر وكوره الفول داون كل الحاجات هذا ممكن يسببوا نازل فراكتشر. فالموست كومن هو النازل فراكتشر. نازل فراكتشر هاي النازل بون ويصير فيه فراكتشر هنا واضح. طبعا المانج تحت شويه ما نبوش نقول كومبليكيتد لكن مهمه الستبس نتاعها. يعني اللاب انفستيجيشن او لابراتوري انفستيجيشن مهمه جدا بما فيهم سيريال سي بي سي. سيريال ايش معناها؟ معناها كل فتره لما يديروا سي بي سي عاده يديروا في كل اربع ساعات علشان يشوفوا فيه إذا كان فيه دروبينج في الهيموغلوبين
يعني فيه بليدنج اكتف بليدنج، البليدنج ماشي مش واقف. البلاد جروب مهم جدا لان في الحالات هذا جزء كبير منهم يحتاج الى بلاد ترانسفيوجن. الكواجوليشن ستاديز لازم نشوفهم حتى هم. الايمج ستادي عاده الاكس راي والاكزيال سيتي سكان هم الكومونست. السيتي سكان بعض الحالات تبي اكس راي بس انف، لكن في حالات هلبه تبي سيتي سكان اكزيال اند كورونال سيتي سكان. المانجمنت وهذه هي زي ما قلنا اي حاله تروما in order to priority يعني الأهمية الأولوية، أول حاجة patent airway اللي هي الأي الأيرواي مهم جدا مهم جدا مهم جدا. مرات يكون في فيورم بادي، مرات يكون في بلد، مرات في vomiting، مرات دينشر واحد عند الطاقم متاع انفك منه طاح، فهذا لازم نحوهم ولازم تأكدوا أن الأيرواي clear، ولازم تأكدوا منه يا مانولي بالفينجر سويب والله بالساكشن ماشين نشفته احنا نقوله بهاي. بعدين ضمان الأيرواي كويس، اول حاجه نحط اكسجين ماسك علشان نزيدوا الاوتو سيتويشن في البودي. بعدين بروتكت الاير واي، احنا شفناها نظيفه كويسه لكن ما يعنيش انها حتتسكر، فلازم نديروا بروتكشن للاير واي نضمنه انها كويسه. هذا كله نقوله فيه نقوله له بيتنت اير واي. فبعد ما نظفتها وحطيت الاكسجين ممكن نحط حاجه ثانيه اللي هو يقولها ماوث جاج. ماوث جاج هذا اللي تشوفوه في الصوره تنوري الكم، الماوث جاج هذا نحطوه بحيث ان التنق ما عادش يطيح، لان المرات المريض يقعد انكونشس يعني فاقد الوعي اللسان بتاعه يطيح له يسكر وما تحسش به، فنحطه في حاجه اسمها ماوث جاج. في بعض الحالات نحتاجه ان نديره تريكيال انتوبيشن يعني اندوتريكيال تيوب، خاصه اذا كان المريض ما يتنفسش ولا عنده هاي ريسك اوف اسبيريشن. في الحاله هذه نخافوا من الاير واي اوبستراكشن نديره اندوتريكيال تيوب. تريكستومي مرات نحتاجوها خاصه اذا كان الاندوتريكيال تيوب او الاندوتريكيال انتوبيشن فيل ما صارش منها، حنحتاج نديره تريكستومي. تريكستومي عباره عن فتحه مباشره بين السكن وبين التريكي على طول باش الاير يخش غادي على طول. اهم حاجه في المانجمنت نتاع التروما اول حاجه واهم حاجه هي الاير واي. الحاجه الثانيه في خلال المانجمنت بتاعت الاير واي بيتنت اير واي لازم نتاكدوا ان نحن نحمو في السيرفايكال سباين. السيرفايكال سباين اللي هو العمود الفقري في جيت الركبه لازم نحموه، لان الحالات اللي فيهم تروما ضماي غالبا يكون السيرفايكال سباين فيهم انجري وما نورقولاش ونقدر نخمصوا في المريض ونقلبوا فيه يمين ويسار. في الحاله هذه يكون عند العظمه متحركه شويه، مجرد ان نقلب فيه يمين ويسار حندير انجري للسباينال كورد وندير حاجه اسمها كوادري بليجيا. كوادري بليجيا وهذا اللي تسمعوا به بعيد عنكم يقول لك الشلل الرباعي، احنا قطعنا له سباينال كورد من فوق من جذره او درنا له انجري، مرات مش كومبليت لكن درنا له انجري، المريض يصير له حاجه اسمها كوادري بليجيا اللي هي الشلل الرباعي. اوكي شنو بعد البيتنت اير واي؟ هذا كله بيتنت اير واي، ما زلنا الكلام هذا كله نحافظوا على اير واي تكون كويسه. بي خلينا في الاي تو بس معلش الصوره هذه ما شرحت لكم عليها. هذا الماوث جاج هذا نحطه فيه باش نحطه فيه زي ما تشوفوا في الصوره هذه، هذا الماوث جاج شوف الصوره هذه نحطه فيه بحيث ان التنك اللي هو هذا الجزء هذا ما يطيحش تمام ويقعد شكله النهائي هيك، هذا الشكل النهائي بتاعه يقعد بحيث انك تضمن ان المريض الاير واي تحته مفتوح مفتوح. النوع الثاني اللي هو الانتوبيشن اندوتريكيال تيوب، شفتوا الصوره هذه هذا يدير في تيوب في الداخل، التيوب هنا مش للماوث بس لا، التيوب تخش لعند وين؟ لعند التريكي، توصل لعند التريكي وتقعد تبخ في الاير في وسط التريكي. هذه تريكستومي لو انها انا ما قدرتش نخش مسكره الدنيا انفليمنج والمريض احنا نقوله بيضيع ومش قادر يتنفس، في الحاله هذه نخشه هنا ونديره تريكستومي، يعني المنطقه هذه كلها درنا لها باي باس وجينا على طول دايركت مباشرة نجول التريكيا ونركبوا فيها التيوب صغير، الاير يقعد يخش على طول لللنك. هذوما كلهم بيتنت اير ويك، واهم حاجة أول ستيب نديروها كيب بيتنت اير ويك. الحاجة الثانية بعد ما اطمنا أن الاير واي بيتنت نجو نتأكدوا هل المريض يتنفس ولا لا؟ اللي هو بريثنج لانج، لازم نتاكدوا ان اللانج تدير بريثنج ولا يعني الطريق مفتوحه لكن ما فيش حاجه تجيها، ما ينفعش اذا كان المريض فتحت له الاير واي وقعد بيتنت هو ما يتنفسش معناه ما درت شيء. فلازم النقطه الثانيه نديروا انفليشن اوف لانج نتاكدوا هل ياخذ بروحها ولا لا. اذا كان ياخذ بروحها تمام البيتنت اير واي، اذا كان ما ياخذش بروحها معناها هنا لازم ندخله
ونشوفوا شنو المشكله ونحاول نحلوها وضروري نوفروا له الاير. طبعا الاكسجين عندنا فيو مينتس، لو ان صارت فيه حاجه مش حيولي المريض خلاص انتهى. البلد عندك طبعا حتى البلد ايمرجنسي البليدنج ايمرجنسي، لكن عندنا وقت. الاكسجين ما عندكش وقت، فعلشان هيك لازم تهتم اول نقطه بيثت ايروي، ثاني نقطه تاكد ان البيشنت بريثنج، لو مش بريثنج شوف كيف تعدل له اموره شنو السبب نتاعها. مرات يكون نيوموثوراكس، مرات هيموثوراكس، مرات عنده ابنيا يعني ما يتنفسش بالكل اصلا، هذا كله اسمه بريثنج لانج او انفليشن اوف لانج. فالاسبري لازم نشوفه الريسبيراتوري ريت بتاع المريض كويس ولا، ونشوف الانتري عن طريق السماعه نسمعه الاير انتري، نسمعه التشيست نتاعه في اير انتري ولا، ونشوف اذا كان عنده ساينوس ولا. ساينوسس معناها ما فيش اير، بيشنت يولي ازرق. ساينوسس معناها البيشنت يولي بلوش ان كلر لان ما فيش اكسجين. تمام. الارتفيشال ريسبيريشن ممكن نيدد، اللي هو نقوله ميكانيكال فنتيليشن، اللي هو الفنتيليتر اللي هو التنفس الصناعي. نجو سي، طمنا على الاي وطمنا على البي، نجو للسي. السي هذا السيركوليشن، لازم نتاكدوا ان البلد يمشي كويس وان البي بي نتاعها كويس. في الحاله هذه لازم نركبوا اثنين كانيولا، تو لارج بور كانيولا، ونبعثوا انفستيجيشن للسي بي سي. لاني ركبت كانيولا معناه بيطلع بلد، البلد هذا نطلع منه عينه للسي بي سي وعينه للبلد جروب وعينه للكروس ماتش، وعلى طول نركب له اي في فلويد. على طول النقطه الرابعه الثالثه نركب له اي في فلويد، ونشوفوا اي مكان فيه اكتيف بليدنج نديروا له كنترول. توا تخيلوا اللي قبل كله مركزين على الايروي، توا نبي نشوف وين هو البليدنج بنحاول نوقفه، يا اما ندير له دايركت بريشر ولا ندير ليجيشن للفيزلز او ندير كومبريشن او اي حاجه. بلد ترانسفيوجن مرات نحتاجه حتى هو نعطه. تمام. فهذا الانيشال evaluation and management of trauma patient in general. هذا ما لهش علاقة بالفيشل انجري بس، هذا بالفيشل انجري وبجميع أنواع التروما. تمامه. نجول examination assessment بتاع المكزيلو فيشل انجري بعد ما general condition تحت البيشنت قعدت كويسة وستابيلايز، البليدنج وقف، البيشنت تنفس كويس، ياخذ في نفس، أموره كويسة. تو بنبدأ نديره، تو بنبدا نديروا شنو الاسسمنت. تمام. الاسسمنت عندنا الراديولوجيكال اسسمنت زي ما قلنا الاكس راي او سي تي سكان، ونديروا اكزامينيشن في اي لاي انجري ثاني. الاوربيتال انجري بالذات هي منطقه العين هذه هي اللي عليها الكلام، وحنحتاج ان ندير كونسلتيشن على حسب السبيشاليتي اللي ممكن نحتاجها، سواء جنرال سيرجري سواء اورثوبيديك اللي هم جماعه العظام نقزين في كل حاجه. كل الحاجات هذه حنحتاجه بعد ما ندير ستابيلايزيشن للبيشنت نبدا ايش نكلموا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للكومليكيشن بتاع الفيشيو ماكزيلري انجري اكيد بتعرفوا معظمها يعني، واحده منهم الاسبيريشن. فيشيو ماكزيلري طبعا مربوط بالاير واي، فالاسبيريشن كومن في الحالات هذه. مرات تصير الاير واي اوبستراكشن، البليدنج او الهيموريج، سكار فورميشن هذه واحده من المشاكل. مسكين الشخص اللي يصير له ار تي اي او فيشل انجري تقعد عمره كله فيه سكار واضحه تذكر فيه بالمشكله اللي سايره او الحادث او بيرمننت فيشل ديفورميتي سكندري تو امبروبر تريتمنت. هذه واحده من المشاكل ان المريض ما يتعالجش بالطريقه الصحيحه، ما يثبتش. زي مثلا واحد يقعد الوجه نتاعه احنا نقولوا فيه اعوجاج، السبب نتاعه ان من الاول ما تثبتش البون كويس مرات، ومرات الكونديشن نفسها هي تفرض الشيء هذا، لكن مرات يكون الموضوع له علاقه بالفيكسيشن من الاول، يعني من الدكتور اللي دار الريبير او الكوركشن من الاول ما كانش ندار بالطريقه الصحيحه. احيانا من المشاكل نتاعه يكون في عندنا نيرف دامج. نيرف دامج يسبب هلبة مشاكل، مرات ألم مزمن كرونيك بين، مرات يسبب لنا لوس اوف سنسيشن، المنطقة ما عادش يحس فيها الشخص، مرات فيشيال موفمنت تتغير خاصة إذا كان النيرف اللي ينضرب الفيشيال نيرف، مرات يصير له احنا نقولوا اللي بين احنا نقولوا مشقوم، فلان مشقوم، شقمة صارت له، يقعد الفيشيال نيرف نتاعه مضروب، المصل اوف فيشيال اكسبريشن في السايد هذاك ما عادش تخدم، فحيصير فيها زي الريتراكشن.
مرات فيه مشكلة في السميلينج، ما عادش يشم كويس، مرات التيست ما عادش يذوق كويس، فيجن، هذا كله من الكومبليكيشن اللي قد تحدث من الفيشيال تروما. مرات الكرونيك ساينوسايتس، إذا كانت تذكر الكورس بتاع الساينوسايتس، واحدة من الكوز اوف كرونيك ساينوسايتس از فراكتشر اوف بون، ماكسيلري بون يصير فيها فراكتشر، الاثمويد الساينس يصير فراكتشر في البون متاعها، هذا كله مرات يسبب لنا كرونيك ساينوسايتس. الانفكشن بصفة عامة واردة، نان يونيون اور مال يونيون اوف فراكتشر، المال يونيون والنان يونيون الفرق بينهم، الاولى اللي هي النان يونيون ان البون ما يلحمش يقدر يتحرك، المال يونيون المقصود به ان الفراكتشر هذا التحم لكن مال يعني بطريقه مش صحيحه، زي مثلا الصوره اللي عندنا في الجانب هذه طالعه، هذا واحد صار له مال اوكلوجن اللي هي النقطه الرابعه، مال اوكلوجن يعني ما تسكرش كويس، شنو السبب بتاعه؟ لانه صار له مال يونيون اوف فراكتشر. من الحاجات اللي لازم نعرفوها ان مرات احيانا الحاله تحتاج الى اوبر ريدكشن and internal fixation of facial fracture. شو معناها؟ open reduction يعني نفتحه على الكسر، open reduction ردوه نفتحه عليه وردوه الكسر زي ما هو، ونديره internal fixation of the facial fracture يعني البون نفسها شو نديروا لها؟ نثبتوها، نعدلوها قبل في وضعها صحيح وبعدين نثبتوها، نسمو فيها open reduction، هذا بالعملية الفتح لازم نفتح. لما يقعد في extensive soft tissue injury أو avulsion و comminuted fracture مرات ما تقدرش ترد البون بالطريقة العادية، ففي الحالة هذه شو نديرو؟ الحالة هذه difficult to control، نديرو في حاجة اسمها external fixation اللي هو الصورة هذه هي. شوفوا الفرق بين هذا وبين هذا، هذا فتحوا عليه وثبتوه له وعدلوا الكسر في مكانه وثبتوه له، أو الكسر شفتوه له عدلوه وثبتوه له وكانت النتيجة هيك معقول، هذا الفراكتشر فتحوا عدلوا الماندبل زي ما يكون في الوضع الصحيح وتوا داروا الفيكسيشن زي الصورة هذه. شوفوا هنا ساير اوبن فراكتشر، هذا فراكتشر داروا اوبن ريدكشن فتحوه، ها صورة الفراكتشر هنا باينة او العقل اللي فاضل من الفراكتشر، هذا كان فيه فراكتشر، ردوا البون زي بعضهم وداروا internal fixation اسمها العملية هذه open reduction external and internal fixation زي هذه open reduction internal fixation، فتحوا الفراكتشر كان هنا عدل البون وداروا internal fixation نفس الشيء هنا، هذا x fix او external fixation، هذا لما يجد الفراكتشر comminuted يعني البون مدشش المنطقة هذه البون كلها مدشش اللي في النص هذه ما يقدرش يديروا فيه fixation أو بيكون فيه soft injury soft tissue injury هلبة ما يقدرش يقربوا اللي احنا نقوله البلاتين أو الماتيريال اللي هم البليت والحاجات ما يقدرش يحطوهم في مكان مفتوح باش ما يصيرش فيهم infection، فشين يديروا المنطقة هذه اللي فيها المشكلة ما يديروا فيها شيء، يجوا بعيد يثبتوا واحدة هنا وحداني، هذا يقول external fixation، هذا امثل نستخدمه لما يقعد فيه infection خايفين من infection. comminuted fracture معناها fracture مدشش تتشيش ما فيش كيف يثبت، فيجوا المكان البعيد السليم يثبتوا فيه بالجهاز اللي تشوفوا فيه، هذا يقول x-fix يثبتوهم من بعيد لبعيد لبعضهم وبشوية بشوية حيلم، لكن طبعا ديما النتيجة مش واحدة، الصورة متاعتها ديما مش حلو. والسلام عليكم، المحاضرة هذه كملت، تو إن شاء الله المحاضرات الجاية تو